أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. حديثنا هذا اليوم يتناول عقوبة سوء الخلق، وكنا قد تحدثنا في أحاديث سابقة عن العقوبات التي تترتب على الذنوب المعروفة والمعهودة، كشرب الخمر مثلا وما يترتب عليه من عقوبات أخروية، وأكل مال اليتيم، والأعمال الجنسية المحرمة، وما شابه ذلك من ذنوب معروفة ومعهودة. حديثنا اليوم في موضوع عقوبة سوء الخلق. نشير هنا إلى نقطتين: الأولى أن قسما من الناس يتصور أن العقوبات الأخروية والدنيوية إنما تترتب على الذنوب المعهودة والمعروفة التي ذكرناها أو ذكرنا قسما منها فيما مضى، ولا يتبادر إلى ذهن هؤلاء أن هناك عقوبات دنيوية وأخروية تترتب مثلا على سوء الخلق. والحال أن الروايات تثبت هذا المعنى، والواقع المعاش يثبت قسما منه بالذات فيما يرتبط بالعقوبات والنتائج المترتبة على سوء الخلق دنيويا. ونقطة أخرى هي أن العقوبة تارة تكون أخروية كبعض دركات النار والفضيحة في ذلك المحشر وذلك اليوم، وهذا بعضه ثابت في ما يرتبط بسوء الخلق كما سيأتي، وقسم آخر من العقوبات هي عقوبات دنيوية عبارة عن نتائج مترتبة
على هذا الخلق السيء أو ذاك. نحن نشير إلى المطلب في هذا اليوم بصورة عامة. نفتتح الحديث بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أن سوء الخلق ذنب من الذنوب، وهذا قد لا يتبادر إلى قسم من الأذهان. يعني عندما تقول لشخص أن فلانا مثلا يترك الصلاة بسرعة يقول لك هذا ذنب، فلان يتاجر في الأشياء المحرمة يقول لك هذا ذنب، فلان يعتدي على غيره هذا ذنب، لكن فلان أخلاقه سيئة مع أهله مع جيرانه مع أصدقائه أخلاقه نكدة، نحس الأخلاق ما يتبادر إلى ذهن الكثير أن هذا ذنب من الذنوب. هناك روايات ننقل قسما منها تشير إلى أن هذا الذنب سوء الخلق، ولذلك الإنسان يحتاج أن يفتح عينه زين، بل لا وأنه ذنب لا يغفر، وهذا أمر غريب. فإن الذنوب المعهودة التي هي بين الإنسان وبين ربه هي ذنوب مغفورة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في بعض الروايات أن سوء الخلق ذنب لا يغفر، مو بس ذنب، ذنب ولا يغفر. في الرواية عندنا عن رسول الله لذكره صلوا عليه، أنه قال سوء الخلق ذنب لا يغفر. فهم ذنب بحسب هذه الرواية وأيضا لا يغفر. لماذا؟ ليش مثلا إنسان إذا قصر وترك صلاة الصبح مثلا هذا أذنب ذنبا لكنه يغفر له، بينما هذا سوء الخلق ذنب ارتكبه ولكن لا يغفر؟ لماذا؟ يجيب عليه حديث آخر يبرر لماذا لا يغفر، يقول لأنه إذا تاب من ذنب وقع في ذنب آخر. هذا سوء الخلق كأنما هو سلسلة مترابطة، سلسلة متشابكة من الممارسات. فمن الممكن مثلا أنه يتوب من الذنب رقم واحد، الذنب رقم واحد هو مرتبط بذنب آخر. على سبيل المثال سوء الخلق اللي عنده يجره إلى فحش القول، يسب، السب ما له يجره إلى ظلم لمن يسبه، يجره إلى هتك لمن يسبه، هتك أمام الناس. وعلى هالمعدل ذنب يرتبط بذنب آخر، لذلك يحتاج الإنسان من البداية يقطع الموضوع، المنبع وهو سوء الخلق يحتاج أن يجتث. أما يقلم ذاك الغصن وحده ما يفيد، لأن هذه شجرة. كيف أن الخلق الحسن شجرة طيبة
تنبعث منها الأخلاق الحسنة، سوء الخلق أيضا شجرة خبيثة تنبعث منها الأغصان والأوراق الرديئة. فمهما يقلم مهما يقصص هناك أغصان وهناك أخلاق سيئة أخرى، لأنه إذا تاب من ذنب في سوء الخلق وقع في ذنب آخر. لذلك الحل ماله حل لازم يكون جذري، وهو أن يغير سوء الخلق إلى خلق حسن. إذا ابتلي إنسان بمثل هذا ولم يغير ولم يحاول أن يصحح أخلاقه، تترتب عليه جملة أمور، نتائج، عقوبات، سمها ما تشاء. أولها ما أشير إليه في مقدمة الحديث، التهديد بكون سيء الخلق من أهل النار. لا تتصور أنه بس إذا تركت الصلاة أيها البعيد أنت تروح النار، لا، إذا ساء خلقك أيضا أنت مهدد بالنار، بل في أسفل الدركات كما هو في الأحاديث. في الحديث معروف هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله بين الفريقين في المدرستين، قيل للنبي إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل لكنها سيئة الخلق تؤذي جيرانها بلسانها. صوم ما شاء الله، رجب قدامنا جاي وشعبان هم وراه وأيام الاثنين والخميس هم موجود، فضلا عن الواجب في شهر رمضان، تصوم النهار وتقوم الليل وتعبد دعاء زيارة ما شابه ذلك، لكن هذه أخلاقها سيئة. ترى اللي سائل يعني مستبعد أن يكون هذه من أهل النار، لذلك عظم هذا إن فلانة امرأة تصوم النهار تقوم الليل لكنها سيئة الخلق تؤذي جيرانها بلسانها. ما تقدر هذه تنطق بلسان جميل، دائما متوترة، دائما غاضبة، دائما شاتمة. طيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا خير فيها. عجيب، هالصوم وهالصلاة لا خير فيها، هي من أهل النار. قد يكون هذا الحديث، هذا ما نريد نفصل فيه، قد يكون هذا الحديث قضية في واقعة مو على نحو القاعدة التامة والعامة. ربما النبي صلى الله عليه وآله يعرف هذه المرأة المشخصة بحدودها فيقول لهم هذه لا، هذه من أهل النار، أنا أعرف عنها، أعرف سيرتها. فيسموها العلماء هذه الرواية هي رواية تكشف عن قضية شخصية مو قاعدة عامة، يحتمل هذا. بس مع ذلك هذا الربط بين سوء الخلق وأذية الجيران وأنها هي من أهل النار ليس ربطا اعتباطيا ولا عبثيا، وإنما أكو بينهما رابطة. زين،
هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، حديث بعد أوضح، هذا ما في أي ثاني اللي راح ننقله، ما في أي احتمال لأن يكون قضية شخصية أو حادثة في واقعة معينة، لا، هذا الثاني راح يكون شنو؟ قاعدة عامة. قوله كما نقل عنه صلوات الله عليه: إن العبد، العبد أي عبد، رجال، امرأة، في زمان رسول الله، في زماننا، هذا الحديث بعد في إطلاق: إن العبد ليبلغ من سوء خلقه أسفل درك جهنم. هنا ما يدرك أسفل درك جهنم ويوصل إليه بسبب قتله لزيد مثلا، لا، مو في هالصدد، ولا بسبب ارتكابه للمعصية، تلك مبلغات أخرى تبلغ ذيك أيضا في محلها، لكن أيضا من سوء خلقه، سوء الخلق يمكن أن يوصل العبد إلى مو بس نار جهنم، وإنما إلى أسفل درك في نار جهنم. يعني يقرن بالمنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طيب، فهذا أول عقوبة، أن سوء الخلق فيه قابلية لجعل الإنسان سيء الخلق من أصحاب النار، لا بل من في أسفل درك من الدركات. هذا واحد من العقوبات. العقوبة الثانية: على فرض أن هذا لم يدخل إلى نار جهنم، شخص عنده سوء خلق بمقدار ما يودي إلى نار جهنم، لأن هي درجات، التسامي درجات والتسافل دركات، واحد في الدرجة الأولى من الجنة غير واحد في أعلى عليين، واحد في الدرك الأول غير من هو في الدرك الأسفل. زين، فد واحد ما ودى هذا سوء الخلق إلى نار جهنم، كان بمقدار لا يوصله إلى نار جهنم، ودوه إلى الجنة بالتدفيع وما شابه ذلك، وين هناك يكون؟ حسب الرواية التي ذكرناها، أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وآله في يوم القيامة هو هذا الإنسان سيء الخلق. إذا كان أكو مجال لمجاورة رسول الله رزقكم الله وإيانا ومن يسمع، إذا كان هناك مجال لمجاورة النبي وزيارته والاجتماع إليه والتعرف إلى وجهه الكريم كما ورد في الدعاء والطلب من الله فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته، هذا سيء الخلق يقول: أبعد الناس عن رسول الله، أبغض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي ما يشتهي شوفه، وأبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بينه وبين النبي بعد المشرقين. طيب، فهذه فد عقوبة أيضا، يعني ذاك الدرجة السيئة العليا، إن صح تسميتها بدرجة، تودي إلى نار جهنم. الدرجة الأنزل التي لا تمنع الإنسان من دخول الجنة لكنها تمنعه من رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله، من الكون معه،
إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم خلقا، الأكثر في سوء أخلاقه ممن يدخل الجنة. قسم ما يدخلون الجنة بدرجات معينة، لكن هذا اللي يدخل الجنة هذا لا يتشرف برسول الله صلى الله عليه وآله، بعيد عن النبي صلى الله عليه وآله، هو بعيد عن رحمة الله وبعيد عن رسول الله. هذه عقوبة أخرى أخروية. وأما العقوبات الدنيوية فكثيرة، واحد منها أن أعمال الإنسان سيء الخلق هي في قابلية الفساد، قابلية الفساد بسوء الخلق تفسد تلك الأعمال الصالحة. فد إنسان إجا ينفق، الإنفاق فد عمل صالح جيد طيب، صدقة شيء بديع ورائع، ولكن قد يأتي سوء الخلق ويفسدها. لا تفسدوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن ها خد كل يوم جاي لنا مصبحنا بوجهك، طيب إيذاء إلى من تعطيه، لا يابا، قول معروف كلمة إحسان كلمة طيبة خير من صدقة يتبعها أذى، قل الله يعطيك وينعم عليك، طيب أنا آسف ما أتمكن الآن، طيب الله يتولى أمرك بما هو أهله، ما عندك لا تعطي. بس هذا قول معروف، هذا أحسن من أن تعطيه في إيدك أنك بتقض إيده، زين شنو هسه؟ فيفسد سوء الخلق العمل الحسن، كما في روايات كثيرة. غريب أن هذا المعنى مروي عن رسول الله، عن أمير المؤمنين، عن الإمام الصادق عليه السلام، من ذلك ما نقل عن الإمام الصادق عليه السلام: إن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. هذا التشبيه نجده واردا في أكثر الروايات، عسل جيت صب فيه شنو؟ خل، يفسد يخترب طعم ماله، تركيبته، فوائده تفسد. سوء الخلق هو خل عسل الأعمال، أعمال الصالحة عسل، سوء الخلق خل يفسدها كما يفسد الخل العسل الطبيعي. هذا أمر ثالث. الأمر الرابع وننهي به الحديث: نكد العيش على النفس وعلى من يكون مع الإنسان. أكثر الناس تضرراً من دون أن يشعر، أكثر الناس تضرراً من سوء الخلق هو نفس السيء الخلق. أكثر واحد يتضرر بسوء أخلاقه هو نفس سيء الخلق. عندنا في الرواية: من ساء خلقه عذب نفسه. شقد من الأعصاب يتلف، شقد من الراحة يفقد، شقد من الاسترخاء ينتهي من عنده على أثر سوء خلقه. شيء اللي ما يسوى شيء تشوف شايل الدنيا وحاطنها عليها، على ويش؟
من معاني الزهد في الدنيا اللي قد لا يلتفت إليه قسم من الناس في مثل هالموارد. زهد في الدنيا مو أن تلبس ثوب مثلا مشقق أو غير ذلك، هذا عدم الاعتناء بهذا الأمر قد يكون به من الزهد. الزهد في الأساس ألا تجد الدنيا كلها خطرا لنفسك، ما تبيع نفسك علشان الدنيا، ما تضيع عمرك علشان الدنيا، ما تتلف أعصابك علشان الدنيا، فكيف ببعض أشيائها؟ زيد من الناس تأخر عليك، هذه حادثة في حياتك. أكو بعض الناس يشيل وحط وما يخلي كلمة سيئة إلا قالها، ومعركة طويلة عريضة وعداوة مفتوحة على كل الأبواب، علشان شنو؟ فلان تأخر عليه في قضية من القضايا، ما سوى إليه فلان موضوع. طيب صار اشتباك أو اشتباه في أمر من الأمور، علامة زهدك في الدنيا ألا تعطي هذه الحادثة أكثر من حجمها. حجم هذه الحادثة تدري معناه شنو؟ معناه إذا كان مدتها 5 دقائق، واحد تكلم إياك كلام خشن 5 دقائق مثلا، هذه 5 دقائق في طول يومك كم تساوي؟ ثم في طول عمرك كم تساوي؟ إذا تريد تعطيها من الاهتمام أعطيها بهالمقدار، أضرب كل دقائق يومك 60 دقيقة في 24 ساعة في 80 سنة عمرك، شقد يطلع منها هال5 دقائق هذه؟ شقد من الاهتمام لازم تعطيها؟ طيب كلمة نابية سمعتها من شخص، احسب كم من الكلمات الحسنة وغير الحسنة في كل عمرك سمعتها، هذه الكلمة الواحدة كم تشكل منها؟ انت تجي تخبص حياتك كلها علشان كلمة لا تشكل 1 من تريليون كلمة في كل عمرك انت سامعها، كلمة علم وكلمة طيبة وكلمة عادية وكلمة نابية، وهالحديث هذا اللي موجود الآن وبعد شوية راح تطلع، كل هاي كلمات أنت تسمعها حسبها كلها هذه في عمرك، قد تصل لها مليارات الكلمات. زين واحدة كلمة كلمتين 10 كلمات سمعتها من زيد، شقد هذه قيمتها بالقياس إلى كل تلك الكلمة؟ فأنت تجي تسوي لك عداوات ومشاكل وتقلق حالك وتكدر عيشك ولا تهنأ به. أحيانا قسم من الناس يوم كامل ما يمر عليه وهو هانئ، حقيقة هذا أقولها، تشوفه إذا ما متوتر الصبح الضحى متوتر، الضحى ما متوتر الظهر متوتر، الظهر ما متوتر العصر متوتر، صعب عليه يختم هذا اليوم بدون أن يكون متشنجا منفعلا حاقدا على هذا حاملا على ذاك متأذيا من هذا متوجسا من ذاك. احسب طول اليوم أنت إذا قدرت، احسب طول اليوم أنت كنت مسترخي، لا تعذب نفسك، لا تتلف أعصابك. طيب أول واحد أسوأ واحد يتوجه إليه المشكل هو صاحب الخلق السيء، من ساء خلقه عذب نفسه، هذا أول واحد. ثم بعد ذلك الدائرة، أشقى الناس بسيء الخلق أقرب الناس إليه، أولاده في حالة من عدم الهناء، يعيش ويا والده باكرهم إذا توفي والده الله يرحمه، يقول الله يرحمه بس احنا ما شفناه الا دائما عابس الوجه متجهم
دائما مستعجل، دائما غضبان، دائما شايل، دائما حاط، نبغى نتذكر فد حالة ارتياح وكذا يصعب علينا ذلك. طيب، سئل النبي صلى الله عليه وآله عن الشؤم، الإنسان المشؤوم منه، والشؤم شنو هو؟ بيت تقول هذا بيت مشؤوم، طيب شخص أكوش إليه شؤم لو لا؟ قال سوء الخلق. إذا إنسان كان سيء الخلق هذا يعد مشؤوما. وفي الحديث عن الإمام الصادق من ساء خلقه وعذب نفسه، وفي الحديث عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من ساء خلقه مله أهله. حالات كثيرة توصل من رجال ومن نساء. المرأة تقول أنا صار لي 20 سنة وعلى هالموال هذا، وين ما أكو كلمة نابية، وين ما أكو ضرب، وين ما أكو كذا، بس هذه شغلتنا يا آخر كافي، أنا دا أفكر في الانفصال يا معودة. الله يخليش اللي صبرش هال20 سنة بيصبرش بعد 20 سنة ثانية. طيب، وأحيانا بالعكس أيضا يقول لك هذه أنا زوجتي تزوجت على أساس أحصل طيب العيش والاستقرار والهدوء في البيت، لكن أنا أجد برا البيت أريح إلى نفسي، إن جبت شيء للبيت هذا لا وش اشتريت من هذا، هذا مو عدل وذاك مو عدل، وهذا غالي وهذا رخيص، وهذا هالشكل وذاك الشكل، وفلانة زوجها مشتري لها كذا وانت ما اشتريت من نفس النوع، وعلى هالمعدل اذا ما جبتهم نفس المشكلة. طيب، فمن ساء خلقه مله اهله، زوجته تمله، تتمنى أنه ما صارت تلك الساعة اللي إجتي وقالت للوكيل قل له قبلت، ونفس الكلام من قبل الزوج أيضا، يا ليت أنا ما عتبت صوب هالوادي ولا عرفت هذا المكان ولا سمعت بهالعائلة. طيب، من له أهله؟ وأخيرا يضيق رزق الإنسان. في الحديث أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام من ساء خلقه ضاق رزقه، حتى الرزق ماله، البركة مالت، البركة الله لا تصل إليه على أثر سوء خلقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بمكارم الأخلاق، وأن يبعدنا عن مساوئ الأخلاق، وأن يبارك لنا في أنفسنا وأهلينا وأرزاقنا وأخلاقنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.